السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتي وقناتكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. في هذا الفيديو غنقدم لكم واحد الوصفه ديال واحد البيني كيجي رائع جدا، يعني غنديروه محشي بالشوكولاته. تقدروا ايضا نتوما تعمروه باي نوع اخر من الكريمات، تقدروا تصايبوا كريم باتيسير في الدار او كريمه ديال الشوكولاته اللي كتصايب في الدار او مربى المشمش او ايضا اي مكون متوفر عندكم في المنزل. كما كتشوفوا معايا كيجي منظر ديالو رائع وراقي، تقدروا تقدموه في الضيوف ديالكم وايضا تصايبوه للكوتي. وباش تعرفوا على هذه الوصفه اللي هي ناجحه وهذا البيني كيجي كما قلت لكم ناشف وما كيشربش الزيت، اتبعوا الفيديو معايا حتى الاخير. اذا باش نوجدوا البيني ديالنا غنحتاجوا مقادير جد مضبوطه، اللي هي جوج كيسان كبار مملوءه جيدا ديال الدقيق الابيض، اي ما يعادل 300 غرام. انا عبرت بالكاس ديال العنبه. وغنحتاج كذلك بيضه كامله وملعقه ونصف ديال الزبده تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ يعني لينه، وكذلك ملعقه مملوءه جيدا ديال سكر سنيده وسكر خشن، ثم كيس ديال السكر المنكه بالفانيليا، وملعقه ممسوحه ديال الخميره الفوليه يعني ديال العجل العاديه، وكاس ديال الحليب. هنا كما دائما كنعبر بالكاس ديال العنبه. اذا على بركه الله نبداو في العجن ديال البيني ديالنا. غنخلط المكونات كامله من غير الدقيق، يعني البيض وكذلك هنا السكر المنكه بالفانيليا، نسيت ما وضعتش لكم في المقادير الملح هو لتصحيح الذوق، وغنزيد كذلك السكر والخميره، وغنزيد كذلك الزبده اللي ضروري ضروري باش تسهل عليكم يعني العجن ديالها وتخلط مع العجين تكون بحراره المطبخ. وهنا زدت كذلك الحليب، كما قلت لكم الحليب يكون دافئ ما يكونش سخون وما يكونش بارد بزاف، والا كان بحراره المطبخ مزيان. وهنا غنبدا نزيد الدقيق تدريجيا. هنا انا عطيتكم مقادير جد مضبوطه لاني يعني كنستعمل دائما نوع واحد من الدقيق. تقدروا نتوما تزيدوا على هاد الكميه ولا تديروا قل من هاد الكميه، ولا تكونوا في الاول درتوا الدقيق هو الاول وزدتوا دوك المكونات وتبقاو تزيدوا بالحليب شويه بشويه حتى تعجنوا وتحصلوا على واحد العجينه تكون لينه ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه. بالنسبه لهاد الوصفه اللي قلت لكم ديال هاد البيني ما كيصلحش غير لهاد النوع، تقدروا ايضا تصايبوا به البيني اللي يكون على شكل مثلا سفنج او البيني اللي شكل دائري، راه كيكون هاد الطريقه وهاد المقادير وهاد يعني هاد الوصفه كتكون ناجحه لجميع انواع البيني وايضا رائعه وكيجي المذاق ديالها زوين. وانا واحد الحاجه درت السكر بكميه قليله لانني غنحشيها بالشوكولاته والشوكولاته كتكون حلوه. تقدروا ايضا نتوما الا غتحشيوها بشي كريمه ما حلوهاش بزاف ديروا جوج معالق ديال السنيده. بالنسبه لهنا العجينه عاودت دلكتها ماشي باش نحصل على واحد القوام معين ولا هذا، غير باش ديك الزبده يعني تدمج مع العجينه مزيان، فقط غير كنحس ان الزبده صافي دمجت كنحبس الدلك. اذا هنا ما تزيدوش بزاف الدقيق غير انا باش ما تلصقش ليا مع سطح العمل. الا عندكم شي بابي ديال اولا هذا طابي ديال السيليكون عجنوها من فوق منها ما كتلصقش معها. اذا هذا هو القوام اللي خاصني نحصل عليه. دابا غنبدا نسرحها ونقطعها بهذه الطريقه اللي غتشوفوا. بالنسبه الى عندكم ورق الطبخ سرحوها بين جوج اوراق ديال الطبخ، انا ما متوفرش عندي يعني يكفي انني فقط غنبقى ندير شويه ديال يعني نرش بشويه ديال الدقيق ونبدا نسرح بالدلك بهذه الطريقه. اذا راه طريقه سهله وبسيطه، وكتقريبا انا هاد الكميه خرجت ليا 20 حبه حتى 22 حبه، يعني تقدروا يعني كيجيب لكم كميات اللي هي كبيره بزاف. اذا كنبدا ندلك ونطلق العجينه ديالي، عفوا نطلق العجينه ديالي بندلك بهذه الطريقه كما كتشوفوا، طريقه بسيطه سهله. والسمك يكون شويه رقيق لانني غنزدي جوجات. انا غنستعمل هذه القطاعه الدائريه اللي كتشوفوا يعني اللي الجهه اللي عاديه ماشي الجهه اللي مشنتفه، وكنقطع العجينه ديالي كامله على شكل دوائر. اذا كما قلت لكم السمك يكون رقيق شويه لانني غنزدي جوجات. وهنا نصف الكميه ديال الدوائر غنزيد نقطعهم في الوسط بالغلاقه ديال القرعه عاديه. تقدروا تستعملوا اي شكل عندكم يعني اي شكل ضروري يكون دائري، انا غندير الغلاقه وصافي. من بعد غنجمع هذيك العجينه وغنديرها غنجمعها نعاود ندلكها يعني جمعها مزيان،
ونخليها على جنب ونغطيها بابي سلوفان ولا شي، يعني مهم نغطيها باش ما تقشرش من الفوق وتنشف من الفوق. هنا غنبدا ناخذ الشكل العادي الدائري العادي، ومن بعد غنحاول يعني ندهنه بشويه ديال الماء، وغنحط عليه داك الشكل اللي هو متقوب من الوسط كما كتشوفوا. كنحاول ندير الماء مزيان، يعني حاولوا ديروا الماء مزيان، ومن بعد كتلصقوهم كتضغطوا شويه وكتقدهم من الجنبات، ضغطوا شويه باش يلتصقوا مع بعضياتهم. اذا نعاود معكم العمليه، كناخذ وحده على هذا الشكل وكندهنها، ضروري ندهنها مزيان بالماء، وكناخذ داك الشكل اللي هو متقوب من الوسط كنزديه مع الشكل الدائري، وكنقد لهم طريفات وكنضغطهم ثاني. اذا طريقه سهله بسيطه، ما كتحتاجش مجهود، ما كتاخش منكم مجهود، وكتحصلوا على واحد البيني بشكل مختلف بشكل جديد، وكيكون يعني واحد يعني شكل مختلف، ماشي داكشي اللي موالفين. اذا انا من بعد ما كنقطعهم راه كنوضعهم على واحد في واحد لاطه هكا على هذا الشكل، وكنت وضعتها يعني وضعت فوق منها زيف ورشيتها بشويه دقيق باش ما تلتصقش معها، وخليتهم خمروا على 15 دقيقه، يعني ربع ساعه، 10 دقائق حتى ربع ساعه، ما تخلوهمش مده طويله باش ما يتنفخوش بزاف. اذا هنا درت الزيت يعني تسخن في مقلاه، وغنبدا نقلي، يعني قلي عادي جدا كما موالفين، غير النار تكون مهيله، عفوا تكون متوسطه، ما تكونش مهيله باش ما يتشربش معكم البيني الزيت، وما تكونش عاليه باش ما يطيبش من برا ويبقى معجن من الداخل. انا هنا زربت وحده حطيتها، انا صحابني الزيت سخنات ولكن بقات شويه عاد دابا سخنات صافي. انا راه حطيت معكم، غنوري معكم غير وحده لان الكاميرا طفات ليا، انا صحابني مازال شاعله. اذا راه طريقه سهله بسيطه، حاولوا ان فوا تحطوهم حطوا كميه قليله 5 6، وعاودوا حاولوا تدوروهم بسرعه باش ما يتنفخوش بزاف ويخسر لكم الشكل. انا شي وحدي تنفخوا بزاف لانني تعطلت شويه ما فت ديك المده دي اللي قلت لكم. المهم راه طريقه سهله بسيطه، ماشي شي حاجه ما كتحتاج تعقيد نهائيا، ولكن ضروري تحطوهم كما قلت لكم تخلوهم يختمروا ديك 15 دقيقه باش يتلتصقوا مع بعضياتهم وما يتفرقوش داك الجزء الدائري مع داك الجزء المتقوم. اذا كما قلت لكم طريقه سهله بسيطه، اذا نخليكم باش تشوفوا بقيه الفيديو. اذا هنا من بعد ما طاب واحد الجهه كنقلبها على الجهه الاخرى عاديه كما كنطيبوا اي بيني ديالنا، وصافي من بعد ما كيطيبوا كنحطهم على واحد بابي ابسوربون ولا اي بابي عندكم، يعني ماس ديال هذا ديال الزيت غتحطوه من فوق منه حتى يمص داك الزيت الفائض اللي هزينا معاه. اذا هنا من بعد كنغطسهم على هذا الشكل في سكر سنيده، او تقدروا تكبوا على هذا السكر سنيده واحد سك واحد صاشيه ديال سكر مركب الفانيليا باش كيزيد يعزز ديك الفانيليا اللي كنا خلطنا مع العجينه. اذا كيجي واحد البيني اللي هو رائع جدا. بالنسبه لهنايا غنحشيها بالشوكولاته، او غنعمر هذيك هاد البيني بالشوكولاته عاديه يعني ديال الدهن، تقدروا كما قلت لكم تعمروها باي نوع من الكريمه الموجوده عندكم، وكيجي واحد البيني اللي هو ما مشربش نهائيا الزيت وناجح 100%. الا كنتو اول مره كتزوروا قناتي ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم، وان شاء الله طبقوا هذه الوصفه وتنال الاستحسان ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.